بزاف بزاف واش خيريتي انت؟ لا عندهم كاع واش تدي كاما بزاف؟ ماشي بزاف عندهم كاع وانا باقي يسحقهم انسحقهم تديهم تبرز كيف هذه ما تديهمش واش حاط نحينا قول لي برك بزاف بزاف واش جاي كنشوف واش كدايا واش حاب تنحي؟ ها؟ واش حاب تنحي؟ نصر الدين ولويزا في موضوع عدد اليوم راح يكونوا الممثلين تاعنا. نحردهم احردهم ما تردهمش انا نحردهم بزاف استني عندهم كيف هذه تردهم يا ودي نردهم بزاف انا بس باش خيرتهم وين حتردهم بزاف عليا واش بيك انت مريضه بزاف ما عنديش لا ردهم ندوهم قلت لك ندوهم. لويزا اليوم راح تحرج نصر الدين وتكلفوا فوق طاقته امام الزبائن. انا بس باش خيرتهم كيف حال بزاف عليا هذو ما كمان خلصوا ما عنديش نبدا نذبح والله ما عندي دبر راسك نقص شويه روحي نقصي شويه ومعليش نورمال يا روحي نقصي شويه اي ما تفهمش هذه ما نحبش ندوهم كاع ما عنديش يسحق كل هذا ما عنديش دي واش 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 شويه شويه ما عنديش ما عنديش دبر راسك وحتى خدم كيف هذه ما نخلي ولادي في العراق باش نخدم يلبسوا ما يهمنيش انا بك يا ودي ما نقدرش نخلصهم علاه والله ما نقدر نخلصهم والله ما نقدر واش بيك ما نقدرش نخلصهم كامل سرد شويه دابا ما عندكش حتى رجع ديهم هادو نخلصوهم. شحال صعيب حالك يا نصر الدين وقت اللي زوجتك ما تقدرش ظروفك الماديه واش يلبسوا دي لهم وحده وحده لا واش بيك خليهم قلت لك خليهم يهديك ربي ما عنديش ما عنديش ما تهبنيش ما عنديش نذبح ما عنديش عندك كيف نخلصهم لا غير سمعونا الناس ما عنديش بعوانجي للأسف بهذه الطريقة فرضت لويزا على زوجها شراء ما لا يستطيع دفع ثمنه ما ترجعهمش لا حول ولا قوة إلا بالله ندوهم قلت لك ندوهم دبر راسك وجيب دراهم ولا تلقاني هنا ما عنديش مين نجيب روح نسراق ما عنديش والله ما عندي روح جيبه ولي وين نجيب تديت لي حانوت يا طفلة نخلص 18 ديت لي حانوت ما تخش من انت روح تخدم المريضة هذه ولا غرب بيني وبينه ما عندكش كيف بينك وبينه وعندي 18 نخلص عيش عيب عيب خلي ولادي بلا حوايج سخرتني بلا حوايج قدام الناس ولادك بلا حوايج وخليني فرجلك قدام الناس خليني فراجلك قدام الناس كلمة توزن الكثير قالتها هذه السيدة اللي حست بنصر الدين أكثر من زوجته نعلبوهم والله خلعتني ضربتني بالحوايج واش بيك ما عنديش ما عنديهم يدبر راسه روح خليها ما عنديش شنو هذا راني شفت غير كي ترفدي بارك ما عجبكش نحرك ارجعيهم تعيشي لا لا تعيشي ريحك ما عنديش خلاص روحك كي تدخلي في روحك كي تدخلي عيب احنا عيب راه تديري له حته عيب وحشومه هذا النساء من اخلاقهن حاولوا بكل الطرق ينصحوا لويزا ويفطنوها على الخطا ديالها والله ما عندي وهذا راجل والله غير 18 للشهر تريسيتي وما وقعت لمتهم لي كامل وقع هذا راجل كل خدام ما عنديش دي حاجه حاجه خلاص تقوى بهم خليهم خليها وين روحوا وين شوفي كيف نداية لا زي بلا خدمه مدام مش بك الكراسي ولا ولادك ما عنديش انا غير ما نخدم لا معنى لك انا عندهم على بالك بلا معنى لي نشوف انا اصلا البيبي تاعك وراه باش تقيسي والله ما عندي قلت ما عنديش انا نروح نسرق ما عنديش السلا خلطي يوم علاش انا خلطي يوم انا نقول لك اخرج وخليك انا خارج الله يحفظ اختي خلاص خلاص تخسروا انا راجل من دار دوك ما تكون معاه راكي شاده تليفون نورمال عجبك الحال انت يا راجل ما تهضرش معايا ما تهضرش الدار راجل هذا يقولوا له عيب 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 تاكلوا فيه وش ايه عيب روحي 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 عيش تدخل معايا تحبي صح كيما قالت لك عيب هذه بيبرو شوش حاشات وطرواميل ما عنديش بيبرو طرواميل ما عنديش دراهم ما عنديش حاجه هايله عنده بيبرو عنده بزاف
يا مدام قرعه 300 قرعه 300 يكون عندك هذا برك هذا ما عندي انا نسمح في بلادي هذا عندي بزياده قشوشه قشوشه لولادك ودي راجل نورمال قلبو متهني شحال يقيس هذا الكلام وشحال يثبت أن المرأة الجزائرية قلبها وأخلاقها لا مثيل لهم. لا يعطيك الصبر. الله ينورك أختي. صافي راه بالعقل مدام بالعقل مرة بحالها كلمة وحدة وصلات على النبي. بالعقل لا بالعقل مدام. هاي يفتح يديك ربي نروحوا. أنا نروحوا. شباب دوكا تروح. يهديك ربي نروحوا للدار. والله ما عندي يعني الناس شبعت عليا ضحك والله ما عندي كيما والله خلاص ما تحكيليش خلاص سيبا بدات لي تبهدي سيبا واش ما تبهدير يا اختي قرعه 300 دينار 300000 علاه عاود رجعهم ومن رجعهم يهديك ربي ما عنديش ما نروح نسرق ما عنديش قلت لك ترجعهم او واش الهجا ما عنديش صباح اللي خير فيهم هذوك تاع خوما بالسيب باش لقيتهم كيف السيب لقيتيهم خير من هنا خلي نخلصهم نقول لك حاجه نقول لك الحانوت غلق ما عليش غلق انا نجيب غلق خويا خرج ما كاش قالت لك انا روح روح البلاي يهديك ربي ديري خنوفه ديري النيل هبلتني قرعه 300 دينار ما عنديش لا حول ولا قوه الا بالله العظيم روح 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 خويا روح يهديك ربي روحي قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون غادني خان حسابي غادني عمرت له السلل مسكين واق ولا ما عنديش غل بخساته قدام الناس خاوة أختي ماشي سهل المرأة كيما توقفش مع رجلها كيما قال في الشدة وشنو هذايا خلعتني شوفي كي شدت قالت له تروح تجيب الدراهم وتجي هذيك اللي شدت فيها قالت له تروح تجيب الدراهم وتجي دبر راسك دبر راسك خلعت منين ويقول ما عنديش يا ناس بيبروب 300 دينار بزاف عليا هذوما كمان خلصوا ما عنديش نبدا نذبح والله ما عندي ما عندي سك ما عنديش نورمالمون في الدار تفهمته ما تدخليش الان غون ماغازان الاولى تحترمي راجلك قدام الناس ما يبانش حسك ترفدي وتخبطي وتقولي تشري ديري النيف راجلك حتى وما عندوش انا اللي نستطرو ما نشريش لولادي هي لابسه مليح يا لابسه مليح مسكين الراجل يبكي نو عيب الراجل ومراه تخلقوا باش يديروا عائله سطر وغطى لبعضهم سرهم يقعد في دارهم ما عنديش هذه يقولها في الدار يقولها على كتفها ما يقولهاش قدام الناس عمرها ما تدل راجلها ويكون وش يكون حتى ويعطيها كف في الدار تمسح دمعتها وتخرج انا والله غير شوفي مال والله غير غاضني دوك لما على باليش باللي كنت دايرين حصه تاع كاميرا كاشي هذه مي والله غير غاضني مع الاول دوك السيد مدام دوك المراه راهي تشري وقالها ما عنديش ما تحتمش عليه كيقول لك والله غير غاضني لو كان ما على باليش لو كان كان عندي انا تحتي كنت نخلص واش دات عيب واش راكي ديري يعني راجل هذا يقولوا له عيب لا المراه لازم تحسن عاون الراجل خطا بك الراجل راهو يجبد من الصباح لليل يا حليل والمراه يحليلها تانيك المراه يحليلها في الدار والراجل يحليله برا ما نكذبش عليك انا كيش هكا كدير له هكا خزر فيها نخلع قلت سي بوفري ماشي خصال تاع المراه الجزائريه وتخلعتني شغل شي توبه خاف منها ولا حشم حبيت ندخل روحي ومن بعدك صرت واحد المدام هنا باثها قلت لها روحي هي ثانيك حشمت وانا واش نقول لكم باللي هادو نساء هادو خافوا ربي كاين ما يخلصوش مليح ما يلحقوش اوكي تعرف القدره الشرائيه راهي غاليه شويه Thank you.